مؤسسة الملك فيصل الخيرية تمنح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان جائزة الملك فيصل في خدمة الإسلام. تفاصيل أكثر نتعرف عليها في المقتطفات التالية. هذه الجائزة تحمل اسم الرجل الذي عندما سئل في آخر لقاء صحفي له عن كيف يرى المملكة العربية السعودية بعد سنة 2000 قال ما معناه: أتمنى أن تكون المملكة مصدر إشعاع للإنسانية. واسمحوا لي أن أستعير الإعلان عن إحدى هذه الجوائز من أخي وزميلي الدكتور عبد العزيز وأحرمه منها، وهو الإعلان عن جائزة خدمة الإسلام التي قدمت في هذا العام لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. مشاهدينا، وتفاصيل أكثر مع ضيفتي في الاستوديو الأستاذة ديما بشير العظم، مديرة العلاقات العامة في مؤسسة الملك فيصل الخيرية وكذلك مديرة الجائزة. أستاذ مساكي، أهلين. بداية أستاذة ديما، ليش تعتبر جائزة الملك فيصل عالمية بمعنى أنها ليست إقليمية أو محلية، وإيش هي أبعادها العالمية؟ أولا شكرا على استضافتي، وهذا شرف لي وللمؤسسة والجائزة أن نكون على قناة روتانا عشان نتكلم عن الجائزة وعن أهم إنجازاتها والمؤسسة. هي جائزة عالمية لأنها في مختلف المراحل التي تمر بها الجائزة من الترشيحات والخبراء المتخصصين والمحكمين في كل مراحلها إلى أن يتم اختيار الفائزين. فكل هؤلاء المراحل هي مراحل يشارك فيها ناس من مختلف أنحاء العالم، فالخبراء عالميون والمحكمون عالميون، واللجان الاختيار تتكون من أعضاء من داخل المملكة وخارجها إلى آخره، وكذلك الفائزون أنفسهم، فهم يأتون من مختلف أنحاء العالم. فمنذ تأسيس الجائزة في عام 1979 ومنحها لأول مرة عام 79 إلى اليوم، فاز بها 253 فائز وفائزة من 43 دولة مختلفة. فهذا الشيء الذي يعطيها البعد العالمي، فهي لا تقتصر على المملكة العربية السعودية ولا على العالم العربي ولا على العالم الإسلامي. يفوز بها مختلف الجنسيات ومختلف الأعراق، فهي تمنح لمن يستحقها بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنسية أو سواء كان ذكرا أم أنثى إلى آخره. طب زي هذه الجائزة، كيف تخدم جائزة الملك فيصل العالمية الإسلام كما تخدم في مجالات أخرى؟ أوكي، تمنح جائزة الملك فيصل العالمية في 5 مجالات. أول مجال هو خدمة الإسلام، الثاني هو الدراسات الإسلامية، الثالث هو اللغة العربية والأدب، الرابع هو الطب، والخامس هو العلوم. فهي تخدم الإسلام من خلال تكريمها ودعمها وتشجيعها لكل من يخدم الإسلام والمسلمين. وتخدم بالنسبة لجائزة خدمة الإسلام، فهي جائزة تقديرية. الجوائز الأربعة التي ذكرتها هي جوائز أكاديمية علمية، وهي إذا لأجيب سؤالك كيف تخدم كافة المجالات الأخرى، فهي تخدمهم لأنها تكرم كل من يعمل على إثراء الفكر الإنساني والعلمي، سواء في مجال الطب مثلا أو العلوم أو الدراسات إلى آخره. هؤلاء ناس اجتهدوا وأنجزوا وقاموا باكتشافات عظيمة كلها تصب في خدمة الإنسان وخدمة البشرية وتقدم البشرية. فالجائزة تأتي لتكرم هؤلاء الأشخاص أو المؤسسات التي تخدم الإسلام وباقي المجالات الأخرى التي طب ماذا عن المرأة في جائزة الملك فيصل العالمية ودورها؟
المرأة لها دور في كل مجالات الجائزة. المرأة هي جزء من الهيئات العلمية التي ترشح تقوم بالترشيح للترشيح الفائزين. هي جزء من الخبراء والمحكمين يعني فيهم النساء وفيهم الرجال. ولجان الاختيار تتشكل من نساء ورجال. على سبيل المثال هذه السنة لجنة اختيار الدراسات الإسلامية كان يترأسها التي ترأستها هي امرأة. والأهم من ذلك هو أن ثماني يعني من ضمن الفائزين كلهم عبر كل هذه السنوات فاز بجائزة الملك فيصل ثماني سيدات من مختلف الجنسيات. مثلا في الدراسات الإسلامية فازت سيدة غير مسلمة في مجال الدراسة التي قدمتها وكانت من جنسيتها إنجليزية. في اللغة العربية والأدب فازوا ثلاث سيدات. في الطب فازوا ثلاث سيدات، عفوا أربع سيدات في اللغة العربية والأدب وثلاثة في الطب. وفي بعضهم فازوا بجوائز أخرى كثيرة مثل نوبل وغيرها، سواء يعني بس لنركز على موضوع المرأة فهي جزء رئيسي من جائزة الملك فيصل بكل مراحل الاختيار والتحكيم الترشيح والتحكيم والاختيار دائما أستاذ ديما نسمع والفوز دائما يرددون أنه جائزة الملك فيصل العالمية بنوبل العرب، دائما تتردد هذه كثير، ليش برأيك؟ نعم لعدة أسباب. أولا تتسم الجائزة في كل عملياتها أعيد البروسس نفسها أيوة، عملية الترشيح والتحكيم والاختيار والخبراء تتسم بدقة وشفافية وحرفية عالية جدا والحياد، فهذا يعطيها يعني وزن كبير في العالم وثقل كبير في العالم كله. والذي يعني أعتقد بأن سبب تسميتها بنوبل العرب هو أن 18 من الذين فازوا بجائزة الملك فيصل العالمية فازوا بجائزة نوبل بعدها بعدة سنوات في نفس المجال الذي نالوا جائزة الملك فيصل العالمية عليه. فهذا يثبت بأن لها ثقل الجائزة ولها كمان صدى ومردود كمان على مستوى العالم بدليل الناس اللي مشاركة فيها من خلال الأبحاث والترشيحات اللي موجودة والدقة والشفافية. أيوة. نعم كل الشكر لك يا الأستاذة ديمة بشير العظيم مديرة العلاقات العامة في مؤسسة الملك فيصل الخيرية، كل الشكر وكل التوفيق لك. شكرا لك. أعزائي المشاهدين فاصل قصير لكن أكيد برنامج سيدتي مستمر في فقراته.